ذكروا عن رجل يقال له أبو الجهم الأموي، ويظهر أنه كان من المعمرين. فأتى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه في أيام خلافته. ومعاوية رضي الله عنه وأرضاه نسمع الآن في مصطلح الناس يقولون فلان رجل دولة. إن كان حقا أحد من الناس يستحق أن يقال له إنه رجل دولة بحق فهو معاوية رضي الله عنه وأرضاه، كان بعيد الأناة جدا. فهذا أبو الجهم يقول: لم أبت ليلة طار عني النوم أفكر في حلم معاوية، يعني يريد أن يستفزه. فأتاه ذات يوم وقد كان قبله رجل قد استفز معاوية، فأصبح يعني الحال ممهدة. فدخل عليه فكأنه قال له كلمة، فرد معاوية لشغاله بالأول ردا ضعيفا، يعني كأن الصوت لم يسمع. فقال أبو الجهم وفي نيته أن يستفز معاوية ويخرجه من حلمه، قال له: يا ابن هند، الآن نداه باسم أمه، يا ابن هند لو أدركتني وأنا شاب، رأيت أمك، يقول لمعاوية رأيت أمك وهي شابة ناهد، وأنا يوم ذاك شاب خرجت أبتغي الفجور. وأكمل، قال كلاما يعني لا يقبل. فظن أن معاوية سيبطش به أو سيخرج عن طوره الذي هو أراد أن يخرجه عنه. فما زاد معاوية أن قال: أما وإنك لو نكحتها، يعني تزوجتها زواجا معروفا، أما إنك لو نكحتها لوجدتها حصانا كريمة وأنت أهل لذلك. يعني لم يزده على ما هو فيه، قال له أهل أن تتزوج أمي، وأن أمي لو قدر أنك تزوجتها والحال كذلك ستجدها بخلاف ما رأيتها عليه، ستجدها حصانا كريمة. فلم يلبث أن أسقط في يد أبي الجهم وأقبل على قدمي معاوية يقبله وينشد بيتين شهيرين للعرب، فيهما يقول: نقلبه لنخبر حالتيه فيكشف عنهما كرما ولينا، كأن نميل على جوانبه، كأن نميل إذا نميل على أبينا. ثم أدخله حجرته. الآن لا أحد يرى معاوية ولا أحد يرى أبا الجهم. حوار خاص، حوار خاص. قال: يا أبا الجهم، إياك ومغاضبة الملوك، فإنهم يغضبون كما يغضب الصبيان ويبطشون كما يبطش الأسد. إياك ومغاضبة الملوك فإنهم يغضبون كما يغضب الصبيان، يعني أي شيء يغضبهم، لأن الملك له أثر على صاحبه. ويبطشون كما يبطش الأسد، لديهم قدرة. ثم أعطاه 30,000 درهم فخرج وقد أيقن أن معاوية أهل لما وصل إليه. فالمقصود من هذا كله أن الإنسان لابد أن يعرف من الذي يقابل. والآية محكمة، الله يقول فيها وهي في سورة الأعراف: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين.